ولديه بطولة كأس في فرنسا. صافرة البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، في اللمسة الأولى وكذلك سامي الناجعي. هذه تشكيلة السيد رادي غارسيا. صافرة داني ماكيلي. أجواء صخب، أجواء غضب. نعم، هذا الكلاسيكو الصخب أكيد الذي يسرق الأضواء ويخطفها. هذا رونالدو عدى، رونالدو مر، رونالدو مرر. الكرة بتتخلص إلى ربيع التماس. القائد يريد الدخول إلى أجواء المباراة من بدري، يريد الشباب البدري. تلسكا والمرور والتقدم إلى أمام حجازي والمحاولة والكرة بعد ذلك بطرح حكم المباراة إلى ركلة ركنية لمصلحة النصر. الفرصة في اللعبة الماضية، تلسكا اللي يعيش بالتأكيد أثير كبير. الركلة الركنية من بيتي خطيرة. الكرة بكعب القدم عدت من علي لجاني وانتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة مارسيلو بروهي. سلامات إن شاء الله. سلامات ان شاء الله. رومارينيو واحد من الاسماء الكبيره بالتاكيد، واحد من اقل التعب في تلك المباراه. الكره من تلسكا وصلت الى رونالدو، الى الحل الفردي، الى الكبير، الى الاسطوره الذي بالتاكيد في كل قمه دخلها العديد القمم، قمه دخلها عديد القمم. العمود متسلل، العمود متسلل، الرايه مرفوعه من المساعد الثاني. اوف سايد على عبد الرحمن العمود. حمد الله يحتج في اللعبه الماضيه، كان يقول لا التمريره الى حمد الله مره اخرى، مره اخرى. روما يا الله، اي منظومه، اي عمل يا عميد، اي عميد ينفجر في هذه اللحظات. اي روما الكبير يختار المواعيد الكبرى ليظهر، السوبر يظهر في مواعيد السوبر. روما 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 روما، الاول للعميد، الاول للاتحاد. الله الله على العمل. شوف المنظومة، قدم يمر يعرضها. روما 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 والعرضة لازالت. كورنادو العبود، التسديد، الكرة، يا الله. عدت يا عميد، عدت يا عميد، مرت سلامات يا عالمي. شوف اللقطة مرة أخرى، زكريا نجامي، حمد الله السقوط، كورنادو السقوط، العبودية برونو إلى شنقيطي. شايفين المساحات، شايفين الاتحاد، شايفين الاتحاد اللي يضرب من كل اتجاه، شايفين الاتحاد اللي يتواجد من اليمين ومن اليسار، من شنقيطي ومن زكريا، من العبود. العبود تمريرة قصيرة، الكرة عادت إلى كورنادو مرة أخرى. الصافرة موجودة، الخطا على عبد الله خيبري. شايفين الادوار اللي يقوم فيها ايجوان كورنادو، شايفين العمل اللي بيقدم، صعب على النصراويين. كورنادو خطره، روما عدى، تقدم حمد الله، استلم حمد الله، المحاوله معه حمد الله يمر، والكره بتعود تعود. داني ماكيلي يقول له قوم قوم يا حمد الله، قوم والعب. الكره من بيتي باتجاه رونالدو، يحصلها ولا لا؟ بتعود الكره، بتعود. كورنادو مر، لا 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 كورنادو، لا لا يا كورنادو. واحدة من المباريات الكبيرة، واحدة من النقاط اللي ينفر فيها الزحف الاتحادي الكبير. بيتي مارتينيز، عرضية باتجاه رونالدو. أي ارتقاء، أي ارتقاء، نريد تلك الارتقاءات الكبيرة أن نشاهدها، أن نشاهدها. وها هو دائما ما يعيدها ويكررها، دائما ما يعيدها ويكررها. شوف لقطة بيتي، لا إلى خطأ، ولكن فيه الأدفانتج. يا الله، رونالدو يرتقي ويضرب، وكروهي يتصدى لتعود، تعود الى روما. اتحادية خطيرة، عرضية، حمد الله، يا الله. ليلة العميد الكبير، السوبر حمد الله يظهر في ليالي السوبر، وفي ليالي السوبر لا يظهر الا اللاعبين السوبر. سوبر يا سوبر حمد الله، سوبر يا سوبر حمد الله. الله على هالكورة وعلى هالضربة وعلى هاللعبة. هوا نستمتع بالتأكيد بالكثير بما تقدمه. صافرة بداية الشوط الثاني، في انتظار الأفكار، في انتظار الأعمال، في انتظار تاليسكا ليسقط. تاليسكا ليطالب بركلة جزاء، يقول يا داني ماكيلي، يا داني ماكيلي أرجوك احتسبها، فنحن في أمس الحاجة إليها. الكرة اللي يسقط معها تاليسكا، وداني ماكيلي يقول له قوم، يقول له قوم. هذه اللقطة مرة أخرى، سقط تاليسكا وداني ماكيلي خالدة في الأذهان. كونان والعرضية بحثا عن رونالدو.
تصدى، وهو من تصدى في شوط المباراة الأول لأخطر كرة مصرية عن طريق رونالدو. هنا رونالدو يرتقي، هنا رونالدو يرتقي من أمام النوري. بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى من جديد، رونالدو لذلك يتقدم يصوب ويضعها، لكنها اعتلت المرمى بقليل، اعتلت المرمى بقليل، لم تصل إلى شباك النوري. رونالدو عدت العارضة، اعتلت العارضة أجل العودة إلى المباراة. يا جوستافو تاليسكا، يا الله، هو دائما يحملهم على الأكتاف، هو دائما يحملهم على الأكتاف ويعيدهم في أصعب الأوقات، في أصعب الأوقات، في أحلك الظروف. من لها غير تاليسكا، من لها غير وفوشن. وصلت إلى خيبري، جوستافو للسوية، تسديد غريب، يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب، وكأنك غريب في منطقة الجزاء. لا 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 يا عبد الرحمن، لا، الفرصة الماضية. شوف مباراة أخرى، شوف جوستافو، شوف غريب بعيد كل البعد، شوف النقلات، شوف زكريا حمصاوي، شوف الاتحاد اللي من أول وصول، من أول وصول في الشوط الثاني. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، من أبد. مشروع تحول سريع للنصر، مشروع تحول سريع للنصر، لكن اضطراب زكريا لا يصفر الحكم، أعطى خطأ وبطاقة صفراء. قد يكون خطأ احترافي في اللعبة الماضية من اللاعب زكريا، لكن الأخطاء، جوستافو والتسديدة، جوستافو كرة الثانية إلى ركلة مرمى، كان ممكن وكان يبحث عنها رونالدو في اللعبة الماضية، لكن كرة جوستافو انتهت إلى ركلة مرمى. تغييرين قادمة، هارون كمارا أحدهم، وحمدان الشمراني مكان زكريا أكيد بعد انطباق الصف العزيز. لاعب على لاعب بيحاول، لكن خلاص أكثر من لاعب، التغطية على موجودة، غريب، لكن البيشي تحصل على ركلة ركلية بالتأكيد لأنها يبحث عنها الاتحاد لأخذ نصيب من الثواني للتقدم نحو الأمام، بحثا عن تسجيل هدف ثالث ربما من هذه الكرة الثابتة. خار لكن مرر، شنقيطي يشوت ورصي حصل. النصر يبحث عن تعديل النتيجة مثل هذه الكرة، رونالدو عد المر، حمدان تدخل، البطاقة الصفراء، رونالدو راح بالسرعة، راح بالسرعة في اللعبة الماضية يا حمدان، والكرة انتهت إلى كرة ثابتة، إلى خطأ، إن كان هنالك عودة للنصر. ياما وياما يا تاليسكا، تاليسكا والتسديد، تاليسكا الكرة في الشباك لكنها من الخارج، انتهت إلى ركلة ركنية، راح فيها السلاح، فيها الاتحاد، فيها النظور، فيها البيشي. يا الله، حسمها التسعيني في ملعب الثمانين، النظور تنقف على النصر في الأوقات القاتلة، يطلقون رصاصة الرحمة، يطلقون الضربة القاضية، يطلقونها من